يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على آلية تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لأربعة ملايين سوري وسط معارضة روسيا لتمديد هذا المشروع. آلية إيصال المساعدات الإنسانية المعتمدة منذ العام 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو أربعة ملايين سوري عبر أربعة معابر حدودية خارج سيطرة النظام السوري، يبدو أنها في طريقها لتكون ورقة سياسية جديدة في أجندات القوى المتواجدة على الساحة السورية. مع قرب انتهاء صلاحية العمل بهذه الآلية تظهر مقترحات جديدة بشأنها، البعض منها تتطلب برأي المراقبين العديد من إشارات الاستفهام. الدول المكلفة بالجانب الإنساني في الأزمة السورية والمتمثلة بكل من ألمانيا وبلجيكا والكويت اقترحت تمديد العمل بهذه الآلية لسنة كاملة أخرى، إضافة لزيادة عدد معابر دخول المساعدات الإنسانية من أربعة معابر إلى خمسة، لكن يبدو أن هذا المقترح لم يأتي منسجما مع ما يدور في خلد الروسي. الرؤية الروسية جاءت مناقضة لهذا المقترح، إذ اقترحت موسكو أن تكون فترة تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات لا تتجاوز ستة أشهر، كما طالبت أن يتم تقليل عدد المعابر من أربعة معابر إلى معبرين اثنين فقط. المقترح الروسي حول إلغاء معبرين هما معبر اليعروبية على الحدود العراقية ومعبر الرمثة مع الأردن، والاحتفاظ فقط بالمعبرين مع الحدود التركية أثار العديد من التساؤلات عند مراقبي الشأن السوري حول إلى ماذا تهدف موسكو من وراء هذه الحركة الجديدة في تقليل معابر إدخال المساعدات الإنسانية، ولماذا الحفاظ على المعابر مع تركيا فقط؟ آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين بحسب متابعين يبدو سيكون مشروع قرار ساخن في جلسة تصويت لمجلس الأمن اليوم مساءً، فمع إصرار موسكو على مقترح ستة أشهر ومعبرين فقط مقابل تأكيد واشنطن بأنها لن تقبل بأقل من تمديد لسنة واحدة ولأربعة معابر، يبقى مصير أربعة ملايين سوري معلقا بقرار آلية المساعدات الإنسانية، والتي حذرت الدول العشرة غير دائمي العضوية بمجلس الأمن بأن النتائج ستكون كارثية في حال لم يتم تجديد العمل بها، خاصة مع وجود تخوف من فيتو روسي على المقترح. وللحديث أكثر معنا من عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ. أستاذ مالك، أهلا ومرحبا بك من جديد في حديث اليوم. لو بدأت معك من أهمية استمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية لأربعة ملايين شخص في سوريا. تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني بالحقيقة طبعا هذه الآلية يتم العمل بها منذ أكثر من خمس سنوات، هي تجدد بشكل سنوي دائما. هي طبعا يعني إن صح التعبير هي شريان الحياة للسوريين المتواجدين في الداخل السوري، المدنيين طبعا. هو أمر مهم جدا، ما سيتم التصويت عليه اليوم أو حتى ممكن أن يؤجل إلى جلسة أخرى، ولكن طبعا هذه الأهمية تنبع كما أشرت إلى ضرورة إمداد المدنيين بالمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمة الدولية والدول المانحة. ولكن طبعا يعني الإشكالية الحاصلة حاليا يعني قد تؤخر تمديد هذه الآلية. طبعا يفترض أن تنتهي مع بداية الشهر المقبل هذه الآلية، ولكن يعني بحسب طبعا ما هو معتاد منذ أكثر من خمس سنوات، فأعتقد أن التمديد سيكون حاصل ولعام، ولكن يعني هذا طيب. يتعلق بمناورة روسية. طيب نعم. اليوم يعني ما هي العواقب المحتملة أو المترتبة على عدم تمديد الآلية أو حتى على تأخيرها؟ نعم، يعني بالحقيقة طبعا انت حدثنا عن الجانب الروسي، وطبعا دائما الجانب الروسي يستغل الأطر الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية آنية واستراتيجية. يعني الروسي الآن طرح مشروع يتعلق بتخفيض عدد المعابر إلى اثنين، مقابل طبعا الطرح الدول الأخرى في مجلس الأمن هو خمس معابر وليس فقط أربعة، الخامس هو أن يضاف أيضا معبر في تركيا. طبعا روسيا أيضا طبعا كما أشرتم في التقرير بخصوص مدة ست أشهر، طبعا روسيا دائما ما تلعب بهذا الجانب، دائما تحاول أن تقدم مشروع مغير
مغاير لي أو مخالف للمشروع المقدم من باقي الأعضاء. أعتقد من ناحية أن يفرض مشروع الدول الأعضاء الباقيين ألمانيا وبلجيكا والكويت مقابل المشروع الروسي بالشكل الحالي أعتقد صعب، بالطبع سيكون هناك تمديد، ولكن أعتقد أن المقترح التركي بخصوص وضع معبر في ثالث في ضمن هذه الآلية هو ما سيتم تعديله وإلغاه. أعتقد لا مجال لتعطيل تمديد هذه الآلية. روسيا لها أهدافها طبعا، إن كان بإزالة المعبرين في العراق وأيضا الأردن، هذا له أهداف يعني يتسق مع الرؤية الروسية بخصوص ملف عودة اللاجئين والتحكم أيضا بإدخال المساعدات عن طريق الروس. طيب. فقط لا غير. طيب أستاذ ملك، يعني كي تتضح الصورة بشكل أدق، نحن أمام تحفظ روسي فيما يخص تمديد آلية عمل المساعدات الإنسانية في جزئيتين. أولا أنه المعابر تخفيض عددها إلى 2، بالإضافة لحصر دخول المساعدات من المعابر التركية. يعني اليوم إيصال المساعدات الإنسانية لأربعة ملايين نسمة، أمام هذا التحفظ الروسي على هذين الجزئيتين، لماذا التحفظ الروسي على هذين الجزئيتين؟ نعم، يعني فيما يخص طبعا المدة من ستة، يعني نعم، هو في الحقيقة التعارض حاصل فيما يخص أن تكون المدة 6 أشهر أو سنة وتقليل عدد المعابر، لماذا التحفظين الروسيين سواء في الإطار الزمني أو حتى عدد المعابر؟ نعم، هو فقط أعتقد يعني هو يعني يأتي في إطار الضغط على الدول الباقية في مجلس الأمن من أجل فقط، وهو التركيز بشكل يعني مؤكد على موضوع المعبر الثالث في تركيا. هذا من ناحية طبعا، يعني أنا برأيي المدة غير إشكالية، وأيضا حتى التقليل لا يمكن يعني تمرير المقترح الروسي، وهذا نأخذه طبعا على سياق الأحداث الماضية في مجلس الأمن. دائما روسيا كما أشرت تقدم مقترحات مخالفة للمقترح من أجل أن تلعب لمصلحتها بشكل أو بآخر، ولكن التقليل أو عفوا تخفيف عدد المعابر هذا أمر غير ممكن، ولكن روسيا تسعى له فقط من أجل الضغط أكثر على الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي. هي ساعت وتسعى دائما، وكان هناك تنسيق بين الروسي ومفوضية شؤون اللاجئين في الأردن للتحكم بإعادة اللاجئين وعودة اللاجئين، وأيضا هذا أمر حاصل في لبنان، ولكن بالنسبة للمعابر بالتحديد العراق زاد الأردن، فتخفيضها وحصرها في الجانب الروسي فقط وإبعاد المظلة الأممية عنها بالنسبة للعراق والأردن. نعم. المعابر هي تريد روسيا إلغائها لتتحكم فيها، تتحكم فيها من ناحية إدخال أي مساعدات أي مواد، وأيضا في هذه النقطة تحديدا أستاذ ملك، يعني هناك رغبة روسية بحصر دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعابر التركية فقط، لماذا؟ نعم، يعني هذا أمر مفهوم، يعني أعتقد هو تجلي واضح لي تفاهم بين الطرفين. لو أن التصريحات الإعلامية للدبلوماسيين الروس في مجلس الأمن لا تنم عن ذلك، لا يتطرقون لموضوع المقترح التركي في المعبر الثالث، ولكن أعتقد أنه هو تجلي واضح للتوافق بين الطرفين طبعا، وأيضا يعني الحصر في الجانب التركي طبعا هذا أمر واضح بالنسبة أيضا، لأن تركيا بشكل أو بآخر هي تدعم ودعمت المقترح الروسي في موضوع إعادة الأعمار، وهذا الادعاء التركي بحديثه مؤخرا عن عودة اللاجئين وتأسيس بنية تحتية، هذا كله يعني يرتبط بشكل أو بآخر بالأماني الروسية والمساعي الروسية، وبالتالي هذا ينم عن التوافق الروسي التركي، ويؤكد على ما يبدو ان هذا التوافق في طور يعني التوسع اكثر، خاصة انه يعني يتم الطرح من خلاله في المنبر الدولي، وبالتالي يعني الاتفاق اصبح على مستوى عالي اعتقد بتقديري، يعني ممكن الايام القادمة ستوضح اكثر هذا التحليل او التقدير، ولكن التوافق الروسي التركي هو ما سيدفع الجانبين بشكل أو بآخر للدفاع عن مواقفهما في المنابر الدولية طبعا. فالإبقاء على
المعابر في تركيا هو أمر مفهوم، ويعني تنسيق روسي تركي، وبنفس الوقت تركيا يعني في الأيام الماضية دائما تقدم خدمات جيدة جدا للروسي في طرح ملف إعادة الأعمار، وهذا أيضا يعني يتصل بما فعلته تركيا في شمال شرق سوريا، وأيضا موضوع عودة اللاجئين هي تدعمه من خلال القول أن ستدفع بمليون لاجئ إلى منطقة العملية التي أطلقتها في المنطقة نبع السلام. فبالتالي هذا التوافق يعني جدا واضح، لا يمكن أبدا أن يتم الحديث عن غير هذه النقطة الرئيسية بالنسبة للحصر في تركيا فقط. ايضا هذا بشكل او باخر ايضا ينسجم مع الحديث التركي دائما عن دفع المليارات والملايين للاجئين السوريين الموجودين على الارض التركيه، وبالتالي ايضا حصر وتقديم المساعدات يجب ان يكون ايضا الى تركيا التي تستقبل هذا العدد، وايضا هي التي ستبقى فقط، هذا طبعا بحسب يعني اعتقد التنسيق الروسي التركي، ستبقى هي فقط من ستتولى ادخال هذه المساعدات عبر المعابر الموجوده على اراضيها. طبعا طيب، يعني نحن امام تقاطع مصالح تركي روسي، وموسكو بدعم من بكين تضع اللمسات الأخيرة في مشروع القرار الذي ستطرحه على التصويت مباشرة اليوم في جلسة مجلس الأمن. برأيك هل ستصطدم المساعدات الإنسانية بالفيتو الروسي؟ وما المتوقع من هذه الجلسة لمجلس الأمن طبعا؟ نعم، يعني بتقديري طبعا إذا قدم المشروع الألماني البلجيكي بالشكل الذي تم الحديث عنه فسيكون هناك بالتأكيد فيتو روسي. هذا ما قاله المسؤول الروسي يعني عن الوفد في مجلس الأمن، قال أن هذا ليس مقترحا بناء ولا يمكن التعويل عليه، وبالتالي يعني سيكون فيتو بالتأكيد. ولكن أعتقد بحسب ما دائما ما كان يعني ما كانت تسير جلسات مجلس الأمن أن هناك تدخل بسيط، ممكن أن يكون هناك تعديل، وأعتقد التعديل سيكون هناك يعني ممكن أن يكون هناك فقط إلغاء على الأقل في الوقت الحالي، ممكن أن يكون إلغاء المعبر الثالث، أما أن يتم تمرير القانون المشروع كما طرحته الدول الأوروبية هذا صعب. وأيضا يعني المشروع الروسي هو يعني ميت قبل أن يولد، لا يمكن أن يتم تمديد الآلية فقط لست أشهر، لا يمكن في بهذا الوقت تحديدا أيضا أن يتم إلغاء المعابر في الأردن والعراق. فبالتالي أعتقد الجلسة إن كان هناك حصلت مداولات ما قبل التصويت ويعني تم الاقتراح أن يكون هناك إلغاء لمعبر ثالث مع تركيا، أعتقد وهي كما جرت العادة إن كان الروسي أو الصيني يعني لا يصوتون مع القرار ولكن يعني يمتنعون عن التصويت، وبالتالي لا فيتو. والمشروع أساسا المقدم الغربي مقدم من 9 دول أو 10 دول، وبالتالي يعني هو قابل للاستمرار لأن القراءة المشروع يحتاج إلى تصويت 9 دول، وقابل أيضا أن لا يمانع الأعضاء الدول الأعضاء الدائمة وهي روسيا طبعا والصين والولايات المتحدة وأيضا دول أوروبية. وبالتالي أعتقد تعديل بسيط في مشروع القرار الأوروبي وهو يمكن أن يلغي المعبر الثالث، رغم أن طبعا واشنطن أيدته وأعلنت التأييد له، ولكن أعتقد أن روسيا هذا ما قد تحاول أن يعني تلغيه، ليس الغرض طبعا هو خلاف مع تركيا، ولكن دائما هي يبدو أنها تسعى في وراء الأبواب المغلقة إلى تنفيذ أو إلى محاولة تحصيل ضغط أكبر أو تحصيل ملف ما أو السعي أكثر إلى فرض وجودها في هذا الجانب الإنساني. طبعا رغم أنها بهذا الحديث الروسي هو تخلينا عن المبادئ الإنسانية والجانب الإنساني وأصبح الملف هو سياسي بحت. فكرة نعم، في الحقيقة هذا ما سمح به الوقت، كنت حابب أسألك أكثر من سؤال. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ. بهذا تكون قد انتهت محاورنا لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، لحسن المتابعة، إلى اللقاء.